وقف مخيم الهول شمال شرقي سوريا يعود إلى الواجهة من جديد بمطالبات دولية بإخلائه وإغلاقه وإعادة الدول لرعاياها. قصف يستهدف مخيم الأمل في عفرين بقذائف مصدرها مناطق سيطرة مشتركة بين قسد وسلطة الأسد. مهندسون في إدلب يحتجون على قرار وزاري من حكومة الإنقاذ بسحب صلاحيات منحت سابقا لنقابة المهندسين. أهلا بكم في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. طالب وزير الدفاع العراقي باستعادة الدول لمواطنيها الموجودين في مخيم الهول بشكل عاجل وإغلاقه لما يشكله من خطر وبؤرة يستخدمها تنظيم الدولة في المنطقة. الولايات المتحدة سبقت الوزير العراقي بالمطالبة بإخلاء المخيم لما يشكله من خطر. بين أمريكا والعراق وقوات سوريا الديمقراطية يعيش مخيم الهول فصلا جديدا من الحراك الدولي. فالولايات المتحدة والعراق طالبوا أكثر من 10 دول باستعادة رعاياهم من المخيم بغية إخلائه وإغلاقه، على رأسهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا. دوافع الولايات المتحدة جاءت بعد تنسيق مع قسد وثقل الحمل الذي تعانيه من وجود عائلات التنظيم في المخيم الذي كان يحوي منذ أعوام قليلة قرابة 60,000، معظمهم هاربون من العمليات العسكرية التي مرت بالمنطقة، وآخرون على أعلى مستوى من قيادات تنظيم الدولة. أما العراق فإنه يرى المخيم بعين الحذر مع انتشار تقارير عن تنامي قوة التنظيم داخل المخيم، خاصة الأطفال الذين دخلوا إليه بأعمار صغيرة وأصبحوا اليوم يشكلون تهديدا لأمن دول المنطقة وفق الخارجية العراقية. مخيم الهول المرمي بين دير الزور والحسكة قرب الحدود السورية العراقية تستخدمه قوات سوريا الديمقراطية في احتجاز المنتمين لتنظيم الدولة، وأيضا يضم عائلات مدنية في بعض أقسامه وصموا جميعا بتهمة الانتماء للتنظيم، كان ورقة ضغط ترمي بها قسد في وجه المجتمع الدولي، قسد التي بدأت محاكمات لعناصر التنظيم الموجودين في المخيم، فيما رجح الخبير الأمني العراقي أحمد الشريفي أنه لا توجد وحدة في الموقف العراقي تجاه إنهاء ملف مخيم الهول. ومعنا الدكتور باسل الكاظمي السياسي العراقي المطلع على ملف الهول من بغداد. أهلا بك سيد باسل. في البداية، هل سمحت الحكومة العراقية بمحاكمة عراقيين موجودين في مخيم الهول من قبل قوات سوريا الديمقراطية؟ سيد العزيز، نتحدث عن الملف. هذا الملف يعتبر ملف ومهم وملف، لأنه نوعا ما الحكومة العراقية تريد أن تنهي هذا الملف. أن نتحدث حول مسألة السماح بمسألة المحاكمة وغيرها، الحكومة العراقية والجانب العراقي لا يمكن أن يتهاون اتجاه أي شخص تثبت عليه الإدانة وتثبت بأنه كان مع إصابات داعش أو حتى مع تنظيم القاعدة. فاليوم هنالك الجانب العراقي يتعامل بجدية تجاه هذا الملف. نلاحظ بعض الدول أو بعض الأطراف لا تتعامل بتلك الجدية. فاليوم العراق ما يلاحظ بأن هنالك شخصيات بأنها متورطة مع إصابات داعش، شخصيات متورطة مع ما حدث في داخل العراق. جملة وتفصيلا سوف يكون هنالك تعامل مشترك إذا كان بين العراق وبين الجانب السوري اتجاه محاكمة هذه الأطراف. وكذلك نتحدث بكل صراحة، اليوم دولة رئيس الوزراء هو مصر بأنهاء هذه الملفات. هذه ملفات معقدة منذ سنوات، فلماذا بقى هذه الملفات ولماذا بأن نلاحظ بأنه نعم يعني إذن يعني دكتور باسل، نعم، هل هناك خطط لدى الحكومة العراقية لسحب كل العراقيين من المخيم وما هو مصيرهم؟ أكيد تحصيل حاصل بأنه الجانب العراقي لديه خطط. هذا جانب آخر، هذه الخطط في السابق لم تكن متواجدة، لكن في الوقت الحالي لا، هنالك خطط وهنالك جدية بإنهاء مسألة العراقيين المتواجدين في هذا المخيم. هذا جانب آخر.
حتى اليوم الجانب الأمني لاحظ بأن بوجود هذه الشخصيات وعدم محاكمتهم هذا بأنه نوعا ما سوف يزرع من الفتنة أو البلبلة وإلى آخره بالجانب الأمني، فتريد بوسيلة أو بأخرى بمحاكمة هذه الأطراف وإنهاء من هذا الملف. هذا جانب. لا ننسى بأن اليوم المؤسسة الأمنية تختلف عن السابق. اليوم المؤسسة الأمنية تتعامل بكل مهنية وبكل شجاعة. قبل أيام كنا نلاحظ حتى السيد وزير الداخلية يتجول بالقضاء للشرطة الحدود وإلى آخره. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل بأن يجب أن نقطع كل الأوردة اتجاه أي متسللين أو اتجاه أي مخيمات. نعم، إذن هل هناك جدول زمني يعني تم تحديده دكتور باسل؟ نعم، هل هناك جدول زمني من قبل الحكومة العراقية من أجل إجلاء العراقيين من المخيم؟ نتوقع بأنه لحد هذه اللحظة هو لا يوجد توقيت زمني أو سقف زمني، لكن نتوقع بأن هنالك عجالة وهنالك إرادة حقيقية من قبل الحكومة العراقية. هذا جانب. جانب آخر، أنا قبل قليل عندما تحدثت بأنه اليوم المؤسسة الأمنية تختلف عن السابق، المؤسسة الأمنية اليوم تعرف أين النقاط التي يجب حسم هذه الملفات، فمن ضمن هذه الملفات هو مثل هذا المخيم والأناس البعض المتورطين بهذا المخيم مع عصابات داعش أو الذين شاركوا مع عصابات داعش، فهذه المسائل هي من أولويات الجانب الأمني والمؤسسة الأمنية. أشكرك. لا نبخس الناس أشياء بصلاح بالثواني، لا نبخس الناس أشياءهم. اليوم عندما نرى السيد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أو السيد وزير الدفاع بأنه يتعامل بكل بسالة ويجب انتهاء بمثل هذه الملفة، هذه نقطة إيجابية وانقلاب نوعية هي الذي. نعم، بطبيعة الحال سنتابع هذا الملف في نوافذ أخرى من نشرات الأخبار وربما في برامج سياسية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور باسل الكاظمي السياسي العراقي المطلع على ملف مخيم الهول، كنت معي من بغداد. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من نقص حاد بالمياه النظيفة في مخيمات النازحين في مناطق شمال سوري، وفي ذات السياق أشار المنسق الطبي لأطباء بلا حدود في سوريا حليم بوبكر إلى أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مخيمات النازحين الحديثة محدودة مما يعرض صحتهم وحياتهم للخطر، كما حذر من استخدام المياه الملوثة بأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والالتهاب الكبد. وأكدت المنظمة أن نقص المياه النظيفة يؤثر على النظافة الشخصية والصحة العامة، كما أشارت إلى وجود أكثر من 3600 حالة جرب في حالة جرب في 10 مخيمات تؤدي إلى نحو 13,000 شخص في مدينة عفرين بريف حلب، أكثر من نصفها من الأطفال دون العاشرة. تعرض مخيم الأمل لقصف بالقذائف الصاروخية من قبل المناطق التي تسيطر عليها قوات قسد وسلطة الأسد، ما أدى لسقوط 4 جرحى بينهم أطفال ودمار في منازل المدنيين. نحن الآن متواجدين في مخيم الأمل الواقع على جبل الخالدية على أطراف مدينة عفرين. في الحقيقة هذا المخيم تعرض لقصف صاروخي من قبل المناطق التي تسيطر عليها قوات قسد وقوات سلطة نظام الأسد. خلف هذا القصف 4 جرحى طفلين وسيدتين. معي هنا أحد الشهود العيان وأحد ساكني هذا المخيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. احكي لنا كيف صار القصف اليوم على المخيم. والله كانت الناس آمنة هون في المخيم، سبحان الله عم يزرعوا الأطفال هون، عم يزرعوا خضروات وهيك. في مرة هون عم تقدم على البيت، البيت فاضي الحمد لله رب العالمين، بس ولكن في تنتين نساء يعني دخلت القذيفة على الباب، ضربت بالباب فورا يعني، اجت القذيفة من مناطق النظام والحزب البيكيكي وضربت بالباب، بس الحمد لله رب العالمين الله ستر وقدر. هبط السقف، اول السقف وهبطت الحيطان وتشظت هون وتشظى كل المخيم تقريبا، الشظايا الصغيره بتعرفوا قذيفه المدفعيه. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، اسعفنا الجرحى والحمد لله الجرحى الان بالمشفى ووضعهم الحمد لله رب العالمين سليم وبخير الحمد لله رب العالمين. كم قذيفه تقريبا تم استهداف المخيم فيها؟ تقريبا قذيفتين مدفعيه فوزديكا ضربت هون وفي قذيفه ضربت على الساتير تحت، والحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل. شكرا لك والحمد لله. الله يسلمك، حياكم الله. نعم، إذن
الاستهداف هنا للمخيم جاء الاستهداف الأول بعد الانتخابات التركية. في الحقيقة هذا ليس الاستهداف الأول للمخيمات والتجمعات السكنية، إنما كان هناك استهداف سابق قبل في الأشهر الماضية لمخيم كويت الرحمة الواقع على نفس هذا الجبل، أدى أيضا لسقوط ضحايا مدنيين وإصابات من المدنيين. ماجد العمر، حلب اليوم، عفرين. رفعت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع قرار يقضي بإنشاء مؤسسة دولية مستقلة لمساعدة أهالي المفقودين السوريين للكشف عن مصير أقاربهم وفق موقع فرانس 24. وأيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه الخطوة معتبرا أن الشعب السوري يستحق شيئا من الأمل بالمستقبل، فيما أعرب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن تأييدهما الشديد لتشكيل الهيئة، في حين وصفت روسيا هذا المخطط بالمسيس. ومن المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى إنشاء المؤسسة في وقت لاحق من هذا الشهر، ويعتبر التصويت على هذا القرار لدى الجمعية العمومية بمنزلة تتويج لسنوات من العمل الذي قدمته منظمات شعبية سورية تعنى بأهالي المفقودين. اختتمت في مدينة أعزاز شمالية حلب الدورة الأولى ضمن مشروع مخيم دلني التدريبي، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب للانخراط في سوق العمل من خلال تطوير مهاراتهم التقنية. بعد 3 أشهر من التدريب والتأهيل التقني المكثف، احتفل المنتدى السوري في مدينة أعزاز شمال حلب بتخريج أول دورة ضمن مشروعه الذي أطلقه تحت عنوان مخيم دلني التدريبي. الدورة التي استمرت على مدار 120 ساعة تدريبية وشارك فيها 20 متدربا ومتدربة، ركزت على تطوير المهارات التقنية والاحترافية. التدريبات كتير مهمة بالنسبة للتسويق الإلكتروني وبالنسبة للسيرش انجن اوبتمايزيشن، تحسين ظهور المواقع لمحركات البحث. وبعد هاي المحاضرات أخذناها كان في عنا كمان دورات مهنية احترافية اللي هي بتسهل عليك الطريق لحتى أنت تلاقي عمل وكيف تدير عملك في حال حصلت على عمل. التدريب اللي أخذناه اللي هو كتابة المحتوى باللغة العربية لتحسين محركات البحث هو نافذ لك لتقدر تشتغل مع شركات أخرى في مختلف أنحاء العالم بدون أي قيود جغرافية ربما تفرض عليك. مشروع مخيم دلني التدريبي يهدف إلى تأهيل كوادر مهنية تعمل في المجال التقني وتزويد الشباب المتدربين بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل الرقمي. تخلل المشروع برامج تدريبية على كتابة المحتوى الرقمي لتحسين محركات البحث، كما تضمن مهارات مهنية احترافية للتوظيف تشمل كتابة السيرة الذاتية والتواصل والإقناع وحل المشكلات. احنا اليوم وصلنا للنهايات ضمن حفل التخرج او التكريم، تم توزيع شهادات تدريبية لهذا المخيم، ونحن الان دخلنا بالمرحلة اللي ما بعد التخرج هي مرحلة التوظيف المهني. تشكل مرحلة ما بعد الدراسة الجامعية هاجسا لدى معظم الشباب هنا بسبب قلة فرص العمل والمشاريع الاستثمارية مقارنة مع عدد السكان واحتياجات منطقة شمال غرب سوريا. من هنا تبرز أهمية هذه المشاريع التدريبية في فتح آفاق جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل. صقل مواهب الشباب والسيدات وتنمية مهاراتهم في كتابة المحتوى الرقمي والمهارات التقنية الاحترافية كان هدف مخيم دلني التدريبي، حتى يتمكن المتدربون من الحصول على وظائف في المستقبل تمكنهم من الاكتفاء الاقتصادي والاعتماد على الذات. لؤي اليونس، قناة حلب اليوم، مدينة أعزاز شمال حلب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. جراء غياب الدعم الأممي والمحلي ضعف كبير في قطاع التعليم بمخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.
أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار المنتصف من قناة حلب اليوم. وقفة احتجاجية نظمتها نقابة المهندسين في مدينة إدلب رفضا لقرار وزارة الإدارة المحلية والذي يقضي بسحب كافة الصلاحيات من النقابة، أي إيقاف ما يقارب 600 مهندس عن العمل. السادة المشاهدون، تحية طيبة. نحن الآن أمام نقابة المهندسين في مدينة إدلب شمال غربي سوريا، حيث أطلق المسؤولين عن النقابة نقابة المهندسين دعوة لوقفة احتجاجية رفضا للقرار الصادر عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات والذي يقضي بسحب كافة الصلاحيات من نقابة المهندسين. منذ لحظات بدأت الوقفة وبدأ المهندسون يتوافدون إلى هذا المكان للمشاركة في الوقفة. نلتقي الآن أحد المهندسين، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلين ساز. عرفني عن حالك وحكي لي إيش الغاية من هاي الوقفة. نعم، المهندس عبد المجيد رني. هلأ الغاية من هاي الوقفة بالأساس هو الاعتراض على القرار 307 اللي عمل هالضجة هاي الكبيرة، لأني أخذ دور النقابي والبلدي كلياته للوزارة، وهذا أمر خاطئ نحن بقناعتنا وخاطئ جدا. أما في عنا عدة بنود من ضمنها مثلا إلغاء دور مجلس مدينة إدلب. يعني هلا انت اليوم وين حلقه الوصل؟ وين التمثيل الجماهيري للناس لهالمجتمع هذا؟ مين بده يمثله؟ مين بده يمثله؟ بس اعطيني اذا المجالس انحلت وراحت. فعنا نحن عده اخطاء من ضمنها الغاء دور مجلس مدينه ادلب، عنا الغاء دور النقابي، الغاء دور البلديات. يا اخي الوزاره هي للمشاريع الكبرى التطويريه الضخمه، مو شغله الوزاره تيجي تاخذ وظيفه البلديه ووظيفه النقابي ووظيفه مجلس. هي المفروض ترعى أمورهم للشأن الأوسع والأكبر. لا يقل عن 600 مهندس ما عدا طلاب الجامعات اللي هن راح يتخرجوا راح يكون مستقبلهم صفر. يعني هذا الحكي طيب مين وين بينصرف؟ اليوم نحن في النقابة قبضنا بعد خدمة 20 سنة 75 ليرة تركي، تخيل. يعني شيء مضحك. نحن اليوم عم نحكي بشريحة صغيرة، بكرة في شريحة المتعهدين، في شريحة اللي بعمره، في شريحة طلاب الجامعة، في شريحة العمال، هدول كلياتهم مربوطين في بعض، كلهم عم بياكلوا من نفس القصعة اللي نحن عم نحكي فيها. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. كما تشاهدون نسبة العدد تزداد والمهندسين هنا رفعوا شعارات، أبرز الشعارات كانت هي إلغاء دور النقابة وإلغاء دور المهندسين في عملية البناء، وأيضا كان هناك شعارات تؤكد على رفض القرار الذي خرج عن وزارة الإدارة المحلية والخدمات، وأيضا كان هناك شعارات كما نشاهد تؤكد على أهمية النقابة وعلى أهمية إعادة الصلاحيات لها. أبرز الصلاحيات التي تم سحبها من النقابة هي صندوق التكافل ومكتب الدراسات وأيضا مكتب التدقيق. عامر عاصف، مدينة إدلب، حلب اليوم. ومعنا المهندس جمال ديبان، عضو لجنة إعداد النظام الداخلي في نقابة المهندسين من إدلب. حياك الله سيد جمال. إلى أين وصلت التطورات بين نقابة المهندسين والإدارة المحلية في حكومة الإنقاذ؟ حياكم الله وبياكم، الله يحفظكم. شكرا لكم اللي أتحتوا لنا الفرصة مشان نوضح للزملاء الوضع الراهن اللي عم بيصير على الأرض وفي الموضوع هذا. حياك الله. نحن بصراحة بعد الزلزال المدمر اللي ضرب المنطقة أصبح من الواجب على الجهات المختصة، وهنا أقصد وزارة الإدارة المحلية والخدمات، أن تهتم بالعمل الهندسي بشكل كبير وللمحافظة على البنية السليمة والبناء السليم للأبنية. وبذلك تم تشكيل ما يسمى بمديرية شؤون المهندسين، وهذه المديرية بصراحة لها دور قوي على العمل الهندسي، وللنقابة وللمهندسين بصراحة الدور الأساسي في هذا البناء. الهدف من هذا الموضوع هو بصراحة يعني أن يحرك في كل المهندسين يعني التنافس من أجل الوصول إلى يعني أفضل البناء وأفضل التقديم المهني والعلمي
نعم، لكن أنت الآن نعم لكن أنت الآن تتحدث عن هذه الشروط، هل هي وضعتها نقابة المهندسين بعد الزلزال أم أن الإدارة المحلية هي من وضعت هذه الشروط؟ هلا الإدارة المحلية وجهت توجيه انه للاهتمام بالعمل الهندسي، تمام، وشكلنا يعني مجموعة من المهندسين الأكفاء من النقابة اللي مارسوا العمل النقابي سابقا والمهندسين اللي يعني مارسوا من فترة معينة، اجتمعوا 7 مهندسين وحطينا شيء اسمه النظام الداخلي. وبعد ما خلصنا هذا النظام باركنا مع السيد وزير الإدارة المحلية والخدمات وطلب من المهندسين أو من المجموعة التي قامت بوضع هذا النظام الداخلي يعني ما هي الطلبات التي يرغب بها المهندسون، وقد تم شرح هذه الطلبات للسيد الوزير وطلب من المجموعة تقديم شيء إداري ومالي، يعني نظام مالي وإداري ليتم الموافقة عليه. وسبحان الله يعني الشباب هذا الموضوع ما نشره للأخوة الزملاء في النقابة، ففكروا زملائنا في النقابة وهي بيت نعم يعني ما حجم يعني نعم سيد جمال، يعني ما حجم الضرر الذي وقع على المهندسين جراء القرارات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية التابعة لحكومة الإنقاذ؟ هلا بصراحة يعني المفهوم السائد انه الغاء النقابة، وهذا يعني مفهوم فعلا خاطئ، يعني بصراحة الموضوع موضوع مو هيك، يعني مو مثل ما نفهم، ما مثل ما يعني نعم، لكن يعني كيف تفسر هذه المظاهرات سيد جمال؟ هلا المظاهرات لانه يعني ما صار توضيح للقرار 307، ما صار توضيح للعمل الهندسي اللي عم تفكر فيه الوزارة مشان اعطاء. هلا هذا الكلام اللي عم بقول لك اياه هو عبارة عن تشجيع المكاتب الهندسية، تشجيع الشركات الهندسية، تجميع الزملاء، نعم لكن يعني المهندسين في شركات نعم لاعطاء نعم يعني شيء جيد، يعني يبدو سيد جمال يا اخي الكريم نعم سيد جمال فقط يعني لأن الوقت قصير، فقط اريد يعني ان افهم منك نقطه بعجاله، يعني إذا كانت كل هذه النقاط الإيجابية التي ذكرتها من ما قامت به وزارة الإدارة المحلية، هل يعني كيف تفسر هذه التظاهرات وهناك من يقول بأن الصلاحيات سحبت بشكل كامل من نقابة المهندسين؟ نحن جاهزين لمناظرة يعني هذا الموضوع، يعني أنا زميل وواحد من اللجنة وواحد من النقابة، وأنا كنت أمين فرع نقابة إدلب لمدة 2 سنين، يعني هذا الموضوع يعني نحن بصراحة الهدف منه تفعيل دور المهندس ما أكثر من هيك، يعني فالمهندس اليوم اللي عنده يعني اللي حابب يبني وحابب يعطي مساحة لبلده ونحن بأمس الحاجة له اليوم بده يتعب. نعم. يعني على كل الأحوال يعني سنفتح هذا الملف في نافذة في برنامج السياسي برنامج ثنايا الخبر، لكن في وقت آخر وربما نستضيفك أيضا إذا تثنى لك الوقت. أشكرك جزيل الشكر السيد جمال ديبان عضو لجنة إعداد النظام الداخلي في نقابة المهندسين، كنت معي من إدلب. بدأ الدفاع المدني السوري بنشر نقاط رصد وإنقاذ دائمة في ريف إدلب وشمالي حلب خلال موسم الصيف ضمن تنفيذ خطة شاملة تحقق الاستجابة لعمليات الإنقاذ المائي. وأوضح الفريق أنه نشر نقاطا في كل من بحيرة ميدنكي بعفرين شمالي حلب وعين الزرقاء بالقرب من نهر العاصي بإدلب باعتبارهما خطيرين جدا، وتشهد في كل عام عشرات حالات الغرق. ولتأمين سلامة المدنيين والحد من الغرق وتسريع الاستجابة وعدت الخوذ البيضاء خطة شاملة لتوزيع نقاط متقدمة للرصد والإنقاذ المائي مقسمة لعدة مراحل في بداية الموسم وذروته ونهايته. وتهدف هذه النقاط بحسب الدفاع المدني لحماية المدنيين من الغرق والسرعة بالاستجابة لأي نداء لأي نداء استغاثي.
طالبت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من حوادث الغرق لطالبي اللجوء والمهاجرين في البحر عقب حادثة غرق القارب قبالة سواحل اليونان. ومن جهته أصدر كل من الحكومة السورية المؤقتة والمجلس الإسلامي بيانا معزين فيه أهالي الضحايا الذين غرقوا ضمن القارب ومحملين سلطة الأسد المسؤولية عن الكارثة لدفعها بالشباب للهجرة تحت ضغط التفقير والتجويع والترهيب. وفي السياق ذاته أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن 13 لاجئا فلسطينيا سوريا كانوا على متن القارب، نجا 5 منهم، في حين أن 8 لاجئين فلسطينيين آخرين فقدوا في البحر. آلاف الأطفال يعيشون في مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية في ظروف قاسية، خاصة في مجال التعليم. يتلقى القليل منهم التعليم بوسائل وإمكانيات محدودة لعدم وجود أي نوع من الدعم المحلي أو الدولي. بحلول نهاية العام الدراسي، مضى هذا العام بصعوباته ومشكلاته، وربما ترك أثرا سلبيا على 1300 تلميذ في مخيم الركبان عند الحدود السورية الأردنية، مقاعد من طين، ويتشارك التلاميذ دفاترهم وأقلامهم بسبب النقص الكبير في القرطاسية. نحن في مخيم الركبان لدينا 4 مدارس رئيسية تدرس بها الأطفال، عدد الطلاب يقارب حوالي 1300 طالب. يوجد تسريب لبعض الطلاب بسبب وضعه المعيشي، يساعد أهاليه في العمل كنقل الماء أو العمل في البناء. نحن عندنا 4 أو 5 معاهد قرآن ندرس بها القرآن، نعلم الأطفال آداب النبوية، نعلمه قراءة القرآن، أمور دينهم، الصلاة. بعض الكتب من المنهاج السوري القديم تستخدم لتعليم التلاميذ، ويشرف على التعليم أشخاص من سكان المخيم غير مختصين، وإنما دفعهم الحرص على تعليم الأطفال القراءة والكتابة على الرغم من ضعف الإمكانيات. الطلاب ما زالت بحاجة إلى لوجستيات دعمية لهم، يعني أغلب الطلاب لا تعرف استخدام الألوان بشكل فعلي رغم وجود الألوان، إلا أن كادر تعليمي كامل مختص لا يوجد. الحياة الأطفال فيها صعوبة بالذهاب والذهاب للمدارس، والصيف هذا كما تعلمون يعني في مشاكل صحية أحيانا تصير، علما أنه جيش سوريا الحرة قدم الكامل من ناحية المياه، من ناحية الألعاب، إلا أنه ما وصلت لمرحلة إيش؟ مرحلة الكمالية، يعني ما زال هذا العمل بحاجة إلى دعم أكثر من هيك. لا يوجد دعم لقطاع التعليم في مخيم الركبان من أي جهة كانت سوى بعض المنح التي يقدمها جيش سوريا الحرة الموجود في قاعدة التحالف الدولي قرب المخيم، في ظل غياب الأمم المتحدة أو أي منظمات دولية أو محلية أخرى عن دعم المخيم. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. هذه تحياتي، إلى اللقاء.